يعني الحقيقه بينضم ليا زميلي اللي بشكره جدا الحقيقه على سؤاله واللي اثار رد فعل قوي الحقيقه، الزميل الصحفي محمد الجالي مسؤول ملف الرئاسه بجريده اليوم السابع ومدير تحرير اليوم السابع. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليكي وعلى كل الساده المشاهدين. انا على المستوى الشخصي كزملاء بشكرك جدا على السؤال وفرحانه بيك جدا. يعني انا عارف اسماء، عارف طبعا اللي عندك، واحنا يمكن تشاركنا كتير في زيارات وكنا بنعمل شغل كويس. انا عايز امسك النقطه اللي انت اتكلمتي فيها فيما يخص الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما سباقا فيما يتعلق بوجهه نظره لمعالجه كافه القضايا السياسيه والاقتصاديه والامنيه والفكريه حتى. نعم. احنا شفنا كلمه الرئيس السيسي، يعني اللي قاله الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع ماكرون في قصر الإليزيه ليس بجديد على الرئيس السيسي، فهو الذي تحدث بلسان المسلم الوسطي الذي يعرف حدود دينه ولا يعني ويرفض التطرف والإرهاب في كلماته في ذكرى المولد النبوي الشريف. ثم هو الرئيس الوحيد الذي تحدث إلى الرئيس الفرنسي عندما تلقى اتصالا تليفونيا من ماكرون وقال إنه يجب أن نفرق بين التشدد وبين الأديان السماوية. نعم. دين الإسلام هو دين الوسطية، هو الذي أتى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يدعو أبدا إلى العنف وإلى التطرف. إن كانت هناك قلة يعني ضلت الطريق أو انحرفت فهي لا تمثل على الإطلاق حتى يعني نصف من 1% من المسلمين. نعم. وبالتالي كانت كانت كان تعقيب الرئيس السيسي بالامس في قصر الإليزيه على كلام الرئيس ماكرون ردا على سؤالي بالامس كان تعقيبا مهما ووضع واصرار السيد الرئيس على الاجابه كمان انه يعني لم يتخطى هذه المساله بعد اجابه ماكرون، ولكنه اصر على ايضاح رؤيته وموقفه تجاه هذه القضيه على وجه التحديد. بالفعل يعني مصر دايما بتنتهج سياسات محترمه. نعم. وزياره الرئيس الى فرنسا ويمكن حتى الرئيس ماكرون يعني شكر الرئيس السيسي، يعني عشان برضو نفهم الناس في الزياره احنا بنبحث عن مصالح، ومصر لديها علاقات متعدده ومتنوعه بعد ثوره 30 يونيو. ومصر عادت بقوة إلى محيطها الإقليمي والعالم كله بيحترمها والعالم كله بيقدرها وبيشيد بأدائها الاقتصادي. ثاني أكبر نمو على مستوى العالم على الرغم من جائحة كورونا. نعم. لم ننغلق ولم ننعزل، وبالتالي هناك فرص استثمارية واعدة الرئيس يبحث عنها ويبحث عن قنوات مهمة لهذه المشروعات، وبالتالي كانت زيارة فرنسا وهي تلبية لدعوة من ماكرون. فرنسا تحتاج لمصر أكثر ما مصر تحتاج إلى فرنسا. نعم. تحديات كثيرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يعني تحدث مع الرئيس ماكرون فيها. طيب محمد أنا يهمني أستغل وجودك معايا، وأنا يعني عايزين برضو أيضا نوضح لجموع المصريين ولمشاهدنا يعني الكلمة اللي تحدث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد كده على أنه العلاقات المصرية الفرنسية هي ليست علاقات مشروطة، يعني وضع ده بين قوسين، وأعتقد ده كان تعقيب هام جدا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا نضع شروط ولا نفرض شروط على مصر في تعاوننا، وأن مصر شريك قوي ولا نبحث عن أي شيء يمكن إضعاف هذه الشراكة. تعقيبك على هذا الرد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يعني أنا من أول الزيارة وأنا متابع ومن قبل الزيارة متابع الإعلام الفرنسي بيتكلم بيهاجم الرئيس الفرنسي ماكرون وبيضغط عليه فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان من وجهة نظرهم، وده اللي خلاني فعلا يعني كان مبرر لإن إحنا نسأل السؤال إيه هو مفهوم حقوق الإنسان، كان مفهوم حقوق الإنسان اللي يتوافق معاكم، طب احنا برضو عندنا مفهوم حقوق الانسان والمقدسات وما الى ذلك. نعم. بالتالي ماكرون صديق مهم، وانا شفته في زياره الرئيس السيسي لقصر الإليزيه في 2017. نعم. وحتى يمكن كتبت ده على صفحتي ان ازاي ماكرون كان بينظر الى الرئيس السيسي بكل احترام وبكل يعني زي اللي عايز يقول
يعني من اين جاء هذا الرئيس وهذا الفكر بعد مباحثاتهم وهو بيودعه في قصر الفيزيه. وبالامس كانت هناك استقبالا مهما، وبالتالي كان لابد على ماكرون ان يبحث عن مصالح فرنسا ويؤكد ان العلاقات الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه مع مصر ليست مشروطا ولا يمكن ان تتاثر بموضوع مثل موضوع حقوق الانسان الذي ربما يكون هناك في بعض في اختلاف في وجهات النظر. يعني احنا هناك توافق مع فرنسا في كافه الامور، في ليبيا، في الشرق المتوسط، في القضيه الفلسطينيه، فيما يتعلق بالحفاظ على الدوله الوطنيه، بطرد الميليشيات والمرتزقه، بالعلاقات مع تركيا، هناك توافق في هذه الملفات. الاختلاف الوحيد بيننا وبين فرنسا فيما يتعلق بالقيم الدينيه وملف حقوق الانسان، لكن لم ترقى الى مستوى التوترات او المشكلات يعني مثل ما يحدث مع فرنسا وتركيا مثلا. لكن في مصر الوضع مختلف والفرنسيون نفسهم متفهمون ذلك. عايز اقول لك يا اسماء برضو على ان الرئيس الفرنسي بالامس يعني الاعتذار الذي انتزع منه بالامس في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مكسب سياسي كبير طبعا لمصر سيحسب في تاريخ هذه العلاقات وامام وسائل الاعلام العالميه وامام العالم وامام المليارات الذين تابعوا هذا المؤتمر الصحفي. هو مكسب سياسي كبير لمصر انتزاع هذا الاعتذار الاول من ماكرون على الهواء مباشره لمشاعر ملايين المسلمين في حضور الرئيس السيسي، هو مكسب كبير كبير جدا.